حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الرائد خالد بوكيس، رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. بعد التحية، لو تحدثنا عن استعدادات الإدارة العامة للمرور في عيد الفطر المبارك. بداية، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ضمن مسؤولية الإدارة العامة للمرور وواجباتها، وهذه بشكل سنوي طبعا، وضعت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية خلال عطلة عيد الفطر المبارك. تهدف هذه الخطة إلى انتشار أكبر للمراقبة المرورية من خلال انتشار دوريات المرور، سواء دوريات أو الشرطة الراجلة، على أهم الشوارع الرئيسية التي يتوقع فيها كثافة مرورية خلال هذه الفترة، وأيضا ستكون متواجدة بالقرب من دور العبادة، نعم، المجمعات التجارية والتقاطعات المهمة. طبعا تحسبا لأي ازدحامات أو عدم انتظام الحركة في المرور، تصدر الإدارة العامة للمرور بعض التعليمات، ونحن من خلالكم نهيب بالسواق التزام بهذه التعليمات، اللي هي أصلا لن تكون إلا بقصد تنظيم حركة المرور وانسيابها وسلامتهم. كما تهيب الإدارة العامة للمرور بالكافة التقيد بأنظمة المرور وتجنب السلوكيات الخاطئة خلال هذه المناسبة، من أهمها نفس ما تفضلته، السرعة، التقيد بحدود السرعة خاصة داخل الأحياء السكنية اللي بيكون هناك تواجد كثيف للمشاة خلال هذه المناسبة، وأيضا عدم الانشغال بغير الطريق العام وترك الهاتف، لأن الهاتف يؤدي إلى انشغال السائق بغير الطريق وقد يؤدي إلى حوادث لا قدر الله، فضلا عن تجنب اي اخراج اي اصوات مزعجه بالسياره اثناء هذه المناسبه واغلاق راحه الاخرين. كما نهيب باولياء الامور المحافظه على ابنائهم، تجنبهم المخاطر خلال هذه المناسبه. نعم. في النهايه نتمنى ان شاء الله من الله عز وجل ان يعيد هذه المناسبه على الجميع باليمن والبركات، على مملكه البحرين ان شاء الله بالعزه والتقدم والرقي في ظل قيادتنا حفظهم الله. نعم، نسأل الله السلامة للجميع إن شاء الله. سعادة الرائد خالد بوكيس، القائم برئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.